قالت عدد من مالكات المشاريع الصغيرة في العاصمة المؤقتة عدن إن انهيار سعر صرف العملة المحلية وتذبذبها المستمر مقابل العملات الصعبة فضلا عن فارق التحويل بين صنعاء وعدن أدخل مشاريعهم في جملة من المشاكل، وزاد عليهم المزيد من الأعباء ما يهدد استمرارية مشاريعهم. وأشرنا إلى توسع مبدأ نقل القدم في تأجير المحال التجارية وبمبالغ خيالية فضلا عن الإيجارات المرتفعة، وجعل الكثير منهن يتجهن نحو العمل من المنازل. هي مشاكل ارتفاع الأسعار، ارتفاع الإيجارات، قلة تعاون بعض التجار ومالكين البيوت إنهم يعرضوا لها في الإيجارات أو يخفضوا لها بالأسعار. من ناحية كمان نقل القدم يحتاجوا لها فلوس عشان إيش؟ تحتاج إنها نقل القدم. لكن المشاكل الخاصة واللي تؤرقنا نحن كمالكات مشاريع هي مشاكل نقدر نقول إنها مشاكل خاصة، مثلها مثل مشاكل في قلة المواد الخام. إن احتاجنا إلى المواد الخام نحتاج إن احنا نتواصل في تجار في صنعاء، وفرق الشحن والصرف يلعب في دور ويشكل علينا جهد وعبء ثقيل. شوف نحن كل ما بنجي نشتري حاجة قلنا نحن ارتفع الدولار، طبعا جيت أمس عادين اشتريت تقولي ارتفع الدولار، يعني شيء كبير هذا. فانت لما بتجي تكلم الزبون تقول له ارتفع الدولار، طيب انت عامله لنا احنا يعني بسعر معين، هذا انت بتخسر سمعتك كعميل، يعني بتخسر الزباين، بتخسر كده، يعني لا فين احنا بنستمر. وغير كده ان احنا قفلنا المحل حقنا يعني بسبب ارتفاع الدولار، وما زلنا يعني ما يأسناش والحمد لله ونشتغل من البيت. أكثر المعوقات أو العراقيل اللي نحن يعني نلاقيها سواء في مشروعي أو في المشاريع الأخرى اللي هي ارتفاع العملة يعني بشكل مبالغ فيه، يعني عدم استقرار العملة بشكل دائم، بالإضافة إنه ارتفاع الأسعار. يعني نحن زي الآن أنا مشروعي تاكسي، لما تروح عليها قطعة في التاكسي فأصعب أني ألاقي يعني القطعة هذه متوفرة هنا، يعني يقول لك متوفرة في صنعاء، متوفرة في أماكن ثانية، صعب أني ألاقيها داخل عدن، أو أنه لو بلاقيها بأسعار مضاعفة.